أعتبر بأنه الحديث عن أقحام رئاسة الجمهورية هو عبث وعدم فهم لمنظومة الحكم في تونس، باعتبار أنه رئيس الجمهورية بالدستور هو الضامن للدستور، هو الضامن للحريات، هو الضامن لأمن هذا البلد، باعتباره أولا هو القائد العام للقوات المسلحة، ثانيا هو رئيس المجلس القومي للأمن الذي عقد اليوم، وكذلك له الصلاحيات الدستورية من أجل التدخل لضمان أمن هذا البلد، أو كذلك للعب الدور التعديلي، الدور الذي يطمئن التونسيين إذا ما كانت هناك ملفات شائكة أو بعض الملفات التي لربما فيها بعد أمني وبعد يمس من استقرار تونس. السيد رئيس الجمهورية لم يتدخل في شأن أي حزب من الأحزاب، السيد رئيس الجمهورية لم يستعمل أي ملف من الملفات، بل بالعكس السيد رئيس الجمهورية ومنذ توليه الرئاسة كان هو الخيمة التي يعمل تحتها الجميع، قصره مفتوح للجميع، يتلاقى مع كل الأطراف، يتعامل مع حركة النهضة ومع كل الأحزاب الأخرى في نفس المسافة، لا بل بالعكس هو كان ونظر للتشارك مع حركة النهضة في الحكم. إذن ما الذي جرى فيما بعد يعني؟ وبالتالي نتائج الانتخابات التي فرضت ذلك، ولكن عندما تقوم جهة وهي الهيئة، هيئة الدفاع وليست الجبهة الشعبية، ليست طرف سياسي، وإنما هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بالعيد، وهي هيئة متكونة من محامين مستقلين لا ينتمون لأي حزب. هذه الهيئة عملت عملا جبارا منذ سنوات، عقدت ندوة صحفية منذ مدة وآخرها يوم 2 أكتوبر، وقدمت وثائق وقدمت أدلة على أن هناك جهاز سري لحركة النهضة، على أن هناك غرفة سوداء ومجموعة تعمل لأبعاد أو لتلاف وثائق لها أهمية كبرى.